كما أعلن عمار بهلول عضو المكتبة الفيدرالية المنتهية عهدته عن ترشحه رسميا لرئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم على أن يودع ملف ترشحه رسميا خلال اليومين القادمين. طبعا بعد تفكير بعد انتهاء جميع الأعمال العادية فكرت مليح، وبعد مسابقة بالأغلبية الساحقة على التقييم العددي المالي هذا أعطاني دفعة وأعطاني تحفيز لي أعلن رسميا عن ترشح إلى رئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم بمعية فريق اللي راح يشكل ربما في أقرب وقت. أعتقد هناك برنامج حدثه لجنة الترشيحات إلى يوم الجمعة أقصى يعني 12 تعليق. الحمد لله اليوم احنا في مشاورات، أنا في مشاورات مع لتشكيل قائمة تعرف جيدا نعيش من السهل، تشكل قائمة تمثيلية، قائمة تأخذ باعتبار كل عوامل المؤهلات المناطق دولي ذلك. ربما في يومين ستكون تشكيلة كاملة وسأعلن عنها في الوقت الذي ينتهي فيه صياغة التشكيلة. أعلن